شاهد محمد رمضان ساخرا من احمد الفيشاوي اخرك معايا صورة. اشتعل الاجواء بين محمد رمضان واحمد الفيشاوي بسبب نمبر 2. اول رد من احمد الفيشاوي على محمد رمضان بعد جملة اخره معايا صورة. احمد الفيشاوي يرد على محمد رمضان مش هقبل اعتذارك. احمد الفيشاوي لمحمد رمضان بعد اخرك معايا صورة مش هقبل اعتذارك. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو غير راضي عن تصرفات محمد رمضان واحمد الفيشاوي ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد الغير راضيين عن تصرفات النجمين. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. احمد الفيشاوي لمحمد رمضان بعد اخرك معايا صورة مش هقبل اعتذارك. هجوم متبادل خلال الساعات الاخيرة بين النجمين محمد رمضان واحمد الفيشاوي جاءت اثر نية الاخير طرح اغنية بعنوان نمبر 2 التي يسخر فيها من اللقب المفضل لدى رمضان، ليرد الاخير عبر احدث اغنياته التي تحمل عنوان الدبابة التي تحمل كلماتها رسالة الى الفيشاوي قال فيها بالاعتذار للفيشاوي اخرك معي صورة. وبعد تداول اغنية رمضان وكلماتها التي تسخر من احمد الفيشاوي رد الاخير في تصريحات لبرنامج ايتي بالعربية اذ قال انا دلوقتي في الاستوديو وبسجل اغنية نمبر 2 وتعليق على الاستاذ محمد رمضان ده انا مش هقبل اعتذارك. وكان رمضان قد علق على نية الفنان احمد الفيشاوي طرح اغنية بعنوان نمبر 2 وما تحمله من سخرية اللقب المفضل لرمضان ده. وقال رمضان مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، ده حلم كل شخص في الحياة وكل انسان في اي مكان في العالم، ما نقدرش يتريق على نمبر 1. واضاف رمضان خلال تصريحات اعلامية بقول للفيشاوي ربنا يوفقك وان شاء الله تبقى نمبر 2، الاغنية اسمها نمبر 2 ده اعتراف رسمي للعالم كله. وكان محمد رمضان شوق جمهوره ومتابعيه لاغنيته الدبابة وظهر في فيديو من داخل دبابة ضمن مشهد من فيديو كليب بالاغنية المنتظر طرحها قريبا عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب. وتقول الاغنية دايما عامل سبينس جامد انا تعالي هنا خد درس طول عمر برنس انا حاضر اهو يا ريت مالك كده اتخضيت واخد قرار ولازم اكسب اي فرة مع اعتذار للفيشاوي اخره معايا صورة. كيف بدأ الخلاف بين محمد رمضان واحمد الفيشاوي؟ لم يكن يتوقع ان تصل تصريحات الفنان محمد رمضان والفنان احمد الفيشاوي الى كل هذه الحدة رغم تأكيدات الفيشاوي الصغيرة على حبه لرمضان وسعادته بتجاوز ايرادات فيلمه القرد بيتكلم لفيلم اخديك في مصر بصفة ان رمضان نجم شباك يتصدر الايرادات نمبر 2. وبدأ الخلاف بين رمضان والفيشاوي بعد إعلان الأخير عن إصدار أغنية تحمل اسم نمبر 2 مما جعل رمضان يشعر بالسخرية منه بسبب أغنيته الشهيرة نمبر 1. ولكن هذه ليست الحقيقة، في فبراير عام 2019 كانت أول مرة يتحدث الفيشاوي الصغير عن أغنيته نمبر 2 التي يصدرها للرد على أغنية رمضان الشهيرة رغم تأكيداته على محبته لرمضان. أحمد الفيشاوي عبر كثيرا عن سعادته بتجاوز إيرادات فيلمه القرد بيتكلم لفيلم رمضان وذلك في عام 2017 في معكم منى الشاذلي. وعبر ايضا خلال اللقاء عن حبه لرمضان الشخصية. وكشف الفيشاوي عن رأيه في كلمة نمبر 2 مؤكدا ان الجميع سيكون نمبر 1 في فترة ما. وشارك محمد رمضان بروم اغنيته الجديدة الدبابة عبر حسابه على انستغرام حيث يظهر في الفيديو وهو يركب دبابة ويرد من خلال الاغنية على احمد الفيشاوي الذي اعلن منذ ايام عن اغنيته الجديدة نمبر 2. ويقول رمضان في الاغنية التي نشرها علمت بيكو شو اسيبكم لا نو رقم 1 مش 2 ما يخصنيش ظروفك واخد قراري ولازم اكسب الفورة مع اعتذار للفيشاوي اخره معايا صورة. تعرض لمحاولة اغتيال وتهجر بدم ابنة ممثلة كبيرة وطلب من عادل إمام التمثيل أمامه لكنه رفض. حقائق مثيرة لا تعرفها عن محمد رمضان.
عاش طفولة قاسية وعانى الكثير من المواقف الصعبة التي جعلت الدموع تسيل على وجهه بسبب الفقر وعدم اقتناع الكثيرين بموهبته الفنية، ورفض البعض من النجوم عدم الاستعانة به، لكنه استطاع أن يحول هزيمته إلى نجاح كاسح، وأصبح الأسطورة الأعلى أجرا في الوسط الفني هو النجم محمد رمضان، الذي طلب من الفنان الكبير عادل إمام التمثيل أمامه ولو مشهد فقط ولكنه رفض. صنع نجوميته على حساب ابنة الفنانة ليلى غفران، وتعرض لمحاولة اغتيال داخل سيارته رولز رويس. ولد محمد رمضان محمود حجازي في محافظة قنا 23 من مايو عام 1988، عمره 32 عاما، ينتمي لعائلة بسيطة تعاني من الفقر. هاجرت من صعيد مصر إلى محافظة الجيزة وهو الأصغر بين إخوته محمود وإيمان. بدأ التمثيل مبكرا في مسرح المدرسة كما أشاد بموهبته الفنان عمر الشريف، وصرح أنه اختاره ليكمل مسيرته الفنية. تزوج محمد رمضان مرتين، الأولى كانت عام 2008، واستمرت تلك الزيجة لمدة 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى حنين. وتزوج في نفس العام فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نسرين السيد عبد الفتاح، ورزق منها بطفلين علي وكنز. بدأ مشواره الفني من خلال مسرح المدرسة، وحصل على جائزة أحسن موهوب على مستوى الجمهورية 3 مرات متتالية. قدم في بداية حياته أدوار صغيرة في العديد من الأعمال، منها فيلم حمد يلعب ومسلسل سندريلا، والذي جسد من خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي. ثم شارك في مسلسل أولاد الشوارع وحنان وحنين مع عمر الشريف، وفيلم احكي يا شهرزاد، وقام ببطولة أولى أفلامه من خلال فيلم الألمانية ثم فيلم عبد متى. وتولت عليه الأعمال الفنية في السينما والدراما، ومنها فيلم حصل خير وساعة ونص وقلب الأسد وواحد صعيدي وكريوكا والديزل والكنز وجواب اعتقال وشد أجزاء وزلزال ونصر الصعيد والبرنس. وقدم أولى بطولات المطلقة في الدراما من خلال مسلسله الشهير ابن حلال، والذي يعتبر نقطة انطلاقته الحقيقية وشهادة ميلاده مع الجمهور. وقال محمد رمضان إنه تواصل مع الفنان محمد إمام وطلب منه أن يظهر ولو ضيف شرف مع الفنان عادل إمام، لكنه رفض، مؤكدا أن عمر الشريف رشحه في أكثر من دور مع الزعيم، آخرهم فيلم حسن ومرقص. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب الأزمة بين النجمين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.